أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل من أقر أهل الكتاب على دينهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يكون كافرا؟ هل إيش؟ هل من أقر أهل الكتاب على دينهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي، الإقرار غير الإقرار على دينهم بالعهد والذمة، غير الحكم بصحة دينهم. فأنت تقرهم على ما على دينهم بدفع الجزية، وتعتقد أن دينهم باطل. ففي فرق بين الإقرار وبين تصحيح دينهم، ويقال إنهم على حق. في فرق بين هذا وهذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.